هذا على كهرباء. أيوة. لأشهر طويلة تسبب انقطاع التيار الكهربائي في وقف هذه الآلة عن الدوران، ومعها تعطلت فرص كثيرة تتعلق بإنقاذ الحياة في مستشفى النشم الريفي الذي يستقبل المرضى من المواطنين وجرح الحرب في آن معا. هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد في ظل انقطاع الكهرباء وانعدام المشتقات، فقام بزيارتي في المستشفى وجلسنا وتحاورنا واشتكيت لهم بعض الأمور، وكان من ضمنها موضوع جهاز السنترفيوج في المختبر الذي لا يعمل، فكنا نضطر طبعا إلى تأخير المرضى لفترات طويلة حتى تفصل العينة. لم يعد التيار التابع لمحطة الكهرباء، لكن العجلة دارت وبات بمقدور المريض الحصول على تشخيص أفضل بعدما أتاح هذا الجهاز عمليات تحليل الدم وإعادة الحياة إلى المختبر. الحاجة هي أم الاختراع، فرغم انعدام المشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء على معظم مستشفيات الريف، تمني بتصميم هذا الجهاز سنترفيوز أو الطارد المركزي أو اللي يفصل العينات، الذي يعمل بالتيار المستمر بالبطارية أي الطاقة الشمسية. منير عبد الله عبد الوهاب مخترع يمني استطاع قهر ظروف الحرب وصياغة معادلات جديدة كانت وراء إنتاج جهاز السنترفيوج أو آلة الطرد المركزي لفصل مكونات الدم الذي يمثل حاجة ماسة بحسب الأطباء. قد تنجح آلة الحرب في تعطيل الحياة لبعض الوقت، لكنها تفشل أمام قدرات العقل، وما هذا الجهاز إلا دليل على ذلك. فواز الحمادي، قناة بلقيس، تعز.